السلام عليكم يا اخوان. بالنسبه للمقابله ما كانتش مقابله سهله، ضد خصم اللي تقريبا ما نتاحوا لنا فرص، جاتنا ضربه جزاء ولكن كان وضعيه ديال الشغل. من بعد خدينا ورقه حمراء اللي بعثرت لنا بعض الاوراق ديالنا، حاولنا اننا نحافظوا على النتيجه ب 10 ديال اللاعبين. غيرنا من النهج التكتيكي ديالنا لاننا ولينا لاعبين 4-4-1 ولعبنا بواحد البلوك اللي هو يا كانبا، ولعبنا حاولنا اننا نعتمدوا على الهجومات المرتده. تاقلمنا مع الاوراق ديال الخصم لانه قام بكاع جميع الاوراق الهجوميه ديالو، لعب بربعه ديال لي زاتاكون. اذا انت حنايا حاولنا ان نتعاملوا بطريقه دفاعيه لان حصلنا خمسه ديال المدافعين وثلاثه ديال وسط الميدان وخلينا قلب الهجوم. كنبغي نشكر اللاعبين ديالي، كنبغي نهني جميع المكونات ديال الفريق التركي على هذا الانتصار اللي هو بكل صراحه انتصار مستحق ضد خصم عنيد. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.